نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. ومن كام يوم أعلنت مجلة الآثار الأمريكية العالمية اختيار الكشف الأثري المبني على دراسة فك اللفائف عن مومياء الملك أمنحتب الأول بالأشعة المقطعية، ده اسم الدراسة، حصوله على المركز الأول في قائمة أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم لعام 2022. أيضا تم اختيار الكشف الأثري عشان يتصدر غلاف المجلة، ده طبعا بكل تأكيد إنجاز مهم جدا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن صاحبة هذا الكشف، الدكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة بجامعة القاهرة وخبيرة فحص المومياوات. صباح الخير على حضرتك يا فندم وألف مبروك. الله يبارك فيك. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا أحمد. صباح النور يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. طيب يعني خلينا كده في البداية حضرتك توضحي للسادة المشاهدين الكشف والمسح اللي تمت لمومياء الملك أمنحتب، أهم النتائج اللي كشف عنها، يعني لو حضرتك تشرحي لنا طبعا يعني بشكل مبسط إلى حد ما. المومياء الملك أمنحتب الأول هو ابن الملك أحمس قاهر الهكسوسي، وده كان حكم مصر من 3500 عام. هو المومياء الملكيه تقريبا الوحيده اللي نقدر نقول انها ما يعني بكامل لفائفها وبالقناع ما حدش لمسها في العصر الحديث ده، لان كل المومياوات الثانيه تم فك الرباطات من عليها ما عدا المومياء ديت. الاشعه المقطعيه بتخلينا نعرف معلومات كتيره عن المومياء، حتى اللي موجوده بكامل لفائفها، حتى اللي موجوده بالقناع بتاعها، وده اللي انا عملته في الاشعه المقطعيه للمومياء الملك أمنحتب الاول. ازلت اللفافات والمضات وشفت الموميا وشفت وجه الملك من تحت كل ده، وده بشكل آمن جدا وبالاشعه المقطعيه بدون لمس المومياء. ده جزء من مشروع فحص المومياوات الملكيه التابع لوزاره السياحه والاثار المصريه، واللي احنا ابتديناه بسنه 2005 بفحص مومياء توت عنخ امون ومع دكتور زاهي حواس، ومستمرين من وقتها الى الان يعني اكثر من 16 عام. نعم. ايه الجديد في البحث ده، وايه اللي يخليه يكون واحد من بين افضل 10 اكتشافات اثريه في العالم لعام 2022 تحديدا؟ ما يميز هذا البحث عن غيره من الابحاث؟ قوي يا احمد. نعم. سؤالك حلو قوي. اول حاجه ان الطريقه العلميه اللي تمت بيها الدراسه وهي ازاله عن المومياء بطريقه احترافيه جدا جدا باستخدام الاشعه المقطعيه وباستخدام احدث التقنيات الكمبيوتر لاعاده تركيب الصور، فانا ابتديت اشيل يعني طبقه طبقه من اللفائف ديت، واشوف حتى التنائم اللي موجوده بداخل المومياء، واشوف وجه المومياء واعاده تركيب وجه المومياء من تحت كل ده، بالإضافة إلى أن أهمية المومياء نفسها ناحية الملك أمنحتب الأول، وأنها بتورينا طريقة التحنيط اللي ما يعني ما تفكتش اللفائف في العهد الحديث، فبتخلينا تحرمنا من معلومات كتيرة. أما زي المومياء كما حنطها القدامى من اكثر من 3500 عام، فبينت لنا كمان معلومات كتير على التحنيط، ان الملك أمنحتب الاول هو اول ملك تبتدي معاه، والوضع وضع الايدين اللي هي على الصدر يعني اللي هو الوضع الاوزيري، وضع الايدين اللي هو الوضع الملكي، ده اول واحد كان الملك أمنحتب الاول، بالاضافه الى وجود التمائم وحزام من الذهب 34 خرزة. وكمان كان بيقول لنا معلومات علمية جدا عن الحضارة المصرية، وهي ان كانت اللي جم بعد الملك أمنحتب الاول ابتدوا يعيدوا يعني يعيدوا دفن الملك، وده كان مشروع الغرب قالوا عليه ان هو مشروع سرقة للمومياوات الملكية، واحنا بالبحث ده ومن العنايه الفائقه لكهنه الاسره الجايه جت بعد كده عملتها الملوك، بنقول لا ده المصريين
القدامى كانوا بيقدروا ملوكهم، وديت كانت عملية تقدير للملوك وليست عملية سرقة للمومياوات كما ادعى الغرب. طيب خليني أعرف برضو من حضرتك يا فندم، تم اختيار هذا الكشف كأفضل كشف في العالم زي ما ذكرنا، لكن حابة أعرف من حضرتك هل كان هناك تنافس مع اكتشافات أخرى من حول العالم؟ أو فعلا يعني لو شفتي بقية القائمة اللي فيها الاكتشافات ديت هتلاقي ان في من الحضارات الأستك في امريكا الجنوبيه، في تمثال عمره عشرات الالاف من السنين من النمسا لفينوس، في العديد من يعني في تسع اكتشافات اخرى حول العالم، واكتشافات في غايه الاهميه، لان الاكتشاف المصري ان هو ينافس كل الاكتشافات العالميه ديت، ده بحد ذاته يعني ان العالم مقتنع جدا بالدراسات المصريه، ومقتنع جدا بالدور المصري، الداخليه المصريه خالصه تابعه لوزاره السياحه والاثار، انا عملتها ودكتور زي حواس فيها، فدي دراسه مصريه خالصه. فالتنافسيه المصريه بالعلم بالعلوم المصريه وبالابحاث المصريه يعني مش بس تنافسيه يعني عاليه، لا احنا الحمد لله كمان يعني نمره واحد في العالم من طبعا حيث بكل الكشف وطريقه الكشف. طبعا واحنا يعني بنفخر بيكي وبنفخر الحقيقه بكل فريق العمل، ويعني اعتقد احنا الايادي المصريه الحقيقه لا خلاف عليها خاصه في هذا المجال تحديدا. يعني ده حقيقي، بس يمكن عاوز بس اسال دكتور سحر سريعا كده، لان انا عارف او من الناس اللي بتؤمن ان النجاح سهل لكن الحفاظ عليه هو اللي بيكون دايما اصعب، بماذا تستعدون في عام 2023 بقى واحنا على اعتابه؟ يعني في العديد من المشاريع اللي احنا ابتديناها، يعني مثلا احنا انا درست 40 مومياء ملكيه اللي تم نشرهم بالفعل حوالي 16 مومياء ملكية. في 14 مومياء ملكية عملتهم فحصتهم بالأشعة المقطعية فعلا، وبنستعد مع مشروع المومياء الملكية ان احنا يعني نصبح عن المعلومات الخاصة بباقي الملوك، يعني في ملوك عظام زي أمنحتب الثاني، سبتاح، يعني الملك رمسيس السادس والملك رمسيس الخامس، كل دول من الملوك اللي تم بالفعل دراسه مومياواتهم بالاشعه المقطعيه، ولكن بنستعد ان احنا نفصح عن النتائج تباعا. ان شاء الله 2023 هتكون يعني عام مهم قوي وانجازات يا رب جديده للحضاره المصريه و لوزارة السياحة والآثار المصرية إن شاء الله. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سحر سليم، أستاذ الأشعة المقطعية بجامعة القاهرة وخبيرة فحص المومياوات.